كيف الحال؟ الحمد لله يا أختي، يعطيك العافية. من الأخت أمل؟ الله يعافيك. أنا سليمة، بكلمك من الإمارات. سليمة من الإمارات، يا مرحبا أخت سليمة، يا مرحبا أهل الإمارات جميعا. تفضل يا أختي كريمة. أختي حلمت أنه أخوي في حجر معه مكتوب عليه اسم محمد، أيوة وحطه بجيبة الدشداشة. نعم. بس أخوي متزوج وعنده بنت. عاد شباب، كم عمره؟ عفوا، كم عمره؟ أخوي عمره 46. طيب عاد قادر على الخلف؟ ما عنده مشاكل تمنع الخلف ولا عنده؟ الحمد لله. طيب خبريني، إن شاء الله بجي ولد يسميه محمد إن شاء الله. الحجر ولد وضعه في الجيب، معناته أنه يصرف عليه ويكون في حمايته، وأن يسميه محمد فذلك اسمه الذي اختاره الله، فلا يخلف ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والله أعلم.